ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في اقل من دقيقة ان شاء الله ازاي تحول الاكسل شيت لبي دي اف بدون برامج، بدون اي شيء، بدون مواقع اونلاين، بدون اي حاجة. كل اللي عليك انك عندك مثلا اكسل شيت زي ده كده، وفي مثلا داتا بالمنظر ده. كل اللي عليك انك هتيجي هنا في فايل اكسبورت كرييت بي دي اف اي اكس بي اس اهي كده، وتروح مثلا نسميه مثلا تحسين مثلا، اهو تحسين، وهنحطه على الديسكتوب اهو على الديسكتوب، وهندوس بابلش. تمام، وحتى هو فتح لنا البتاع ده، هنروح قافلينه ده كده ونخرج بره على الديسكتوب، هنلاقي اهو بي دي اف. هنيجي هنا بس كده اتحول لبي دي اف اهو، والداتا بتاعته موجوده كمان، تقدر ان هي تبقى موجوده. بس كده يا جماعه، شكرا جدا ليكم، ومتنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.